الجابريان من هما؟ هما سيف بن الحارث بن سريع الجابري ومالك بن عبد الله بن سريع الجابري. كانا ابني عم وأخوين لأم، انضموا إلى الركب الحسيني. فجاء مالك بن عبد الله بن سريع وسيف بن الحارث بن سريع ومعهما شبيب مولاهما، فدخلا في عسكر الإمام الحسين عليه السلام وانضم إليه. فلما كان اليوم العاشر من المحرم وقد رأي الإمام الحسين عليه السلام وقد رأي سيد الشهداء صلوات الله عليه بتلك الحالة، أقبل عليه وهما يبكيان. فسألهما الحسين عليه السلام: أي ابني أخوي، ما يبكيكما؟ فوالله إني لأرجو أن تكونا بعد ساعة قريري العين. فقال: جعلنا الله فداك، لا والله ما على أنفسنا نبكي، ولكن نبكي عليك، نراك قد أحيط بك ولا نقدر على أن نمنعك بأكثر من أنفسنا. فقال سلام الله عليه لهما: جزاكم الله يا ابني أخوي عن وجدكما من ذلك ومواساتكما إياي أحسن جزاء المتقين. بعد أن جز الإمام الحسين عليه السلام الجابريين، استقدما يتسابقان إلى القوم ويلتفتان إلى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين فيقولان: السلام عليك يا ابن رسول الله. والإمام الحسين عليه السلام يحييهما: وعليكم السلام ورحمة الله. ثم جعل يقاتلان كلاهما، وإن أحدهما ليحمي ظهر صاحبه حتى استشهد معا رضوان الله عليهما. لنتعلم من هؤلاء كيف نصروا إمام زماني يا حسين. Ooh.